حتكون بحلقتنا مميزة لأنه معنا ضيفين اللي هن المخرجة فرح علامي وأيضا المغني والمطربة هبة منصوري. بدي لكم ويلكم بات ام تي في وأهلا وسهلا فيكم. بداية مبروك لتعامل الأول مع فرح علامي وهو ثالث فيديو كليب مثل ما بنعرف هبة، وعم نشوف فيديو كليب سليمة اللي تعاونتي فيه مع فرح علامي. خبرينا أكثر عن الأغنية سليمة لنرجع ننتقل للفيديو كليب. الأغنية هي غنية قديمة لزكية حمدان، كتير قديمة يعني. وأنا كتير بحبها وبسمعها من أنا وصغيرة، وحبيت غنيها لحتى أرجع أحيها لأنه حسها مش أخذ حقها هالغنية مثل ما لازم. هي معانيها كتير رائعة إذا بتسمعها، وموسيقتها حلوة. هلأ ما لعبنا بالموسيقى نحن كلحن الكلام، غيرنا للأرينجمنت وطلعناها بفليفر جديد. مع مين جات تعاملتي بالنيو أرينجمنت؟ مع زيد حمدان. أوكي. حبيت الستايل تبعك الجديد. أكيد. جربت تحطي قد إيه صعب غنية قديمة العالم متعودت لها ترجعي تعملي ستايل جديد وتحطي حالك فيها؟ تحطي روحك فيها أكيد صعبة، بس يعني إذا ما حطيتي ستايلك فيها بفضل يسمعوها الناس من المطرب الاصلي يعني، لانه بتصير كانه هي لإلك. هلا في ناس كانوا عم يتساءلوا انه هي الغنيه جديده ولا قديمه لمين، وقت عرفوا انه قديمه بلشوا يسمعوا الغنيه القديمه، فهيك كمان انا بكون رجعت احيانا تحيت. فرح علامي بدي اقول انه بنعرف بعد من الجامعه يعني، وبنعرف قد ايه مخرجه عن جد شاطره كانت ضيفتنا حتى وكل اعمالها حتى بتاخذ درجه كثير كبيره. فرح اول مره بتتعاملي معه، اول ما سمعت الغنيه طلعت معك هيك فكره شوي غريبه حتى اول مره يمكن بنشوفها، خبرينا شوي اكثر كيف طلعت الفكره على حسب الغنيه. اوكي كثير صعب لما تفكري ميوزك فيديو، يعني نحن موجودين بجامعه بما انه عم نحكي انه بنفكر موجودين اكثر سينما صح بالشخصيه وبنفوت بنتعمق يعني بانه نخلق شخصيه مع هبه. لا يعني كان مهم كثير نتعرف عليها وشوف هي شوي شو لوين حابه تروح شو الستايل تبعها، فلقيت انه انا مع حدا يعني سلمني حاله فولي. فرح كيف بالبدايه كيف تعرفتي على هبه هون اذا بنطلق بالانترفيو معك لنعرف كيف صار هالتعامل، يعني وين سمعت الغنيه اول مره وشو حسيتي لما سمعتيها؟ ومثل ما بعرف انا بنخبر المشاهدين انه ما كنت بلبنان لما سمعتيها، وهل خطر اليوم من الايام انك تخرجي هالاغنيه ام لا؟ لا حقلك اللي غريب، يعني هي عن جد صدفة كتير غريبة لأنه كنا باليونان بميدل إيست ميوزيك أند آرتس فيستيفال، كان في أفلام وفي موسيقى وأفلام كانت عم تنعرض هنيك، وثابت إنه هبة عم بتغني كانت، فرحت أنا عم بشوف البرفورمنس بتغني سليمة وبتذكر قلت واو إنه معاني هالغنية كتير حلوة. فيها هيك فلسفة الأغنية؟ فيها فلسفة، وعارف لأنه كمان شيء كتير بحبه اللي هو عادة بيكون هي عم بتغني بديالوج رجل، يعني إذا بتقول أرى سلمى عم بيحكي عنه يعني عم بيحكي عن المرأة اللي بيحبها. فحبيت الغنية، وبعد شهر ونص ببيروت بدأ اللي نسوجي هذا المرة اللي هو بروديوسر هبة اللي هو راعي هذا الانتاج واللي دعمك. هبة انت اليوم ببداية مشوارك، يعني بنعرف انه انت معروف عنك بالامور الجريئة اللي بتعمليها، بتحسي انه اعادة احياء اغنية سليمة بيكون اكثر منه رايح للكوميرشال سايد او للشق اللي اكثر ببيع، ما بتخافي من هيدا المحل انك تعلقي بهيدي الخانة الصوت الجميل ولكن اللي ما عم يقدر ينقي اغاني كوميرشال؟ لا لانه ما بحب اطلع حتى من ستيلي، يعني هلا عم نعمل سي دي جديد مفروض في ثلاث اغاني لإلي، عم نتعاون مع كتاب وملحنين كمان عم يكتبوا لإلي، بس ما بحب اطلع من ستيلي لانه بحس هيدي هويتك. بحس هيدي هويتي، بعدين في كثير ناس بتحب، يعني في عندنا فكره غلط انه انه الاغنيه لازم تكون كوميرشال والعالم لا، العالم ذوقيه، العالم مزبوط. بتحب اذا قدمت لها شيء، يعني انا حابه اعمل شيء قبل فن يرجع، لانه الاغنيه ايام ام كلثوم وايام عبد الحليم كانت تاخذ سنه امرها لتطلع، ليك قد ايه كانوا يخافوا من الجمهور ومن رده فعله، كان في رهبه للجمهور، فعبالي يرجع هذا الشيء عن جد. طيب هبه اول مره كنت تشتغلي مع فرح وقت اعطيتك الفكره واكيد شفتي يمكن اعمالها من قبل، دغري تحمست قلت خلص بدي فوت بهذا البروجي؟ صراحه بقول لك خبريه انا ما شفت اعمالها لا فرح انا شفتها لقلعه وبتحمست دغري، بس شفتها حسيت في كليك بيقولوا حسيتها فهمتني دغري وفهمت شو ستيلي، وخصوصي لما قالت لي انه انا شفتك باليونان وحبيت الغنيه هيدي وما كان على بالي اعمل فيديو كليبس ابدا وانا بالفلومه اكثر، بس حاعمل لك الفيديو كليب هيدا لانه حبيت الغنيه. بدأت حتى فرح حطت بعد فلسفه بالفيديو كليب، يعني اليوم عم نشوف فنانين جداد واصوات حلوه عم تكون موجوده على الساحه وعم بيكون عندها جرأة انها تخاطر ببعض يعني هيك الافكار الجريئه اللي عم تعمليها، قديش اليوم صعب المعادله انك تتعاملي مع فنان اليوم انت بلشت بالفيديو كليبات هو شيء مربح للمخرج لحتى يرجع يعمل الفيلم الخاص فيه، فاليوم بتحسي هيك افكارك اللي هيك متعمقه فرح لانك انت عرفتي اكثر انك تشتغلي بالسينما وعلى الافلام، بتحسي صعب اليوم انك تتعاملي مع نجوم من الصف الاول وتقنعيهم بافكارك
افكار هيك غريبه او جريئه؟ بصراحه كثير، يعني هو التشالنج الاكبر انك تلاقي شخص شوي بفوت على افكارك وبفوت على عالمك وبيقبل باللي بتطرحه عليه، لانه عاده النجوم الكبار او نجوم الصف الاول بيجوا مع فكره او بيجوا مع صوره كثير علقانين فيها وبيحبوا يحافظوا عليها، فما في يعني تشالنج لمخرج انه يجرب يكسر راسه ويعمل شيء جديد. ما قالوا لازم يمكن تعمل شيء جديد كرمال مزبوط تنجحي بالدومين، انه ببطل تعمل شيء بيشبه يمكن غير ما هيدا الفكره، هي قصه انه قد ايه بيشبه، يعني شفنا كثير ناس بيشبهوا بعضهم بدايات نفس قصص الحب اللي بتتكرر وتركوا بعضهم وخبوا بعضهم. هون بالعكس يمكن شفنا هون بالعكس شفنا فكره جديده محمد بالميوزك فيديو. بس فرح بدي اسالك عن الاكيب، قد ايه مهم الاكيب تكون مندمجه، قد ايه مهم الاكيب تكون تفهم على بعضها؟ نحن بنعرف الدي او بي او غيره حتى بالكرو كنت بتعرفيهم من قبل من ايام الجامعه، خبينا شوي اكثر. اوكي، الدي او بي اللي هو كريم غريب انا حكيته لاني بعرف شغله وبعرف قد ايه بيزيد احساس على الصوره وقد ايه بترجم كمان معاني ضمن الصوره. فهون عندنا صوره وصوت وفكره وغمرت كمان بشيء اللي هو الثري دي اللي ما كنت عملته قبل، يعني الكرييشن للثري دي. وحكينا مع رالف كرم اللي حيكون ضيفكم بكره. ف يعني كلهم كانوا مجتمعين وحطوا قلبهم، كمان بدي اقول على دايركشن بشارع عبد الله كلهم موجودين اكيد بنات. تحيه وهبه، يعني تحيه الاكبر لهبه اللي يعني اعطتكم هيدي الثقه لحتى تقدروا تعملوا لها هيدا الفيديو كليب، بالاخص عم نحكي على اغنيه فيها بعد وفيها افكار وفيها فلسفه وصوت جميل هبه اللي على طول كنا عم نسمع على طول الاصداء. شو رايك كثير المشاهدين حابين يعرفوا اللي ما سمحت له الفرصه انه يسمع الاغنيه ويشاهد الفيديو كليب بنشوفه سوا وبنرجع بنكفي حديثنا. سليمه هبه منصوري. شوف هيك الست مع افكار فرح وقد ايه فيها جرأه وفيها عذاب، يعني قلبتك حتى في محل ترمبطك. بس بدي ارجع لموضوع الاغنيه اللي هو سليمه، قد ايه بتحسي عالم المراه عالم سليمه بيشبهك او باغانيك بتحسي انه عندك هالقوه وهالجرأه بطرح هيك مواضيع ممكن باعمال جديده من مؤلفين وكتاب جداد؟ اكيد اكيد، يعني بحب دائما مثل ما دائما بقول انه بحب اخذ المشاهد على بعد ثاني ما كان رايح له قبل، بحب اخذه على شيء جديد، يعني ان كان بالموسيقى ان كان بالكلام ان كان بالفيديو كليب. فدائما بحب اعطي افكار جديده، بحب اترك للمشاهد كمان مجال مخيلته تشتغل، فهذا الشيء بحبه. بتفكري تكتبي اغانيك شي نهار ولا لا؟ هلا انا حتى افكاري عندي محاولات اي بس ما بحسها
بتصير غنيه لانه بكتب اكثر بالفصحى. ان شاء الله اخر يعني هيدا سليمة من اجد الاعمال اللي عم نشوفها واكيد عم تلاقي استحسان ونجاح كثير كبير، في عمل عم بتحضريه واخر سؤال حيكون بانه داهمنا الوقت، خبرينا اكثر عن عمل المنتظر لكل الاشخاص اللي حبوا هالاغنيه. هلا في سي دي حينزل 4 اقدام من ضمنهم سليمة وثلاثه جداد، وفي غنيه منهم كمان يمكن نرجع نعمل لها فيديو كليب كمان اذا بتقبل الفرح. بعتقد هالكولابوريشن وهالنجاح حيعطي هيك مثل علاقه، وشفنا كمان مثل كابل ثنائي بين فنانين مهمين وايضا كمان مخرجين تعاملوا وحققوا نجاح بعدين. فرح عليمي وهوا منصور، شكرا لكم. افتتاح الحلقه كان كثير حلو بالاجواء الفنيه والراقيه اللي استمتعنا فيها بصوتك هبه وباعمالك ايضا فرح. نحن حنكفي حلقتنا، اذا حابين تعرفوا جيسيكا وانا شو محضرين لكم مشاريع للصيف من البترون تابعونا بعد لحظات مع البريك. We are